السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص والفيديو العاجل. كما شاهدتم في العنوان، هلاك عنصرين ومقتل عنصرين من مرتزقة البوليساريو وجرح 3 آخرين في غارة جوية لفرسان القوات الملكية الجوية لسلاح الجو المغربي، حينما حاولوا الاقتراب من الجدار الأمني المغربي. طبعا هذا الخبر مؤكد من مصادري الشخصية، المصادر الخاصة. مرتزقة البوليساريو حاولوا اختلاق أكدوبة واختلاق يعني نوع من التمويه والتزوير، تزوير الحقيقة حول ما جرى، بأن هؤلاء مجرد منقبين عن الذهب. يعني المنطق لا يستوي هنا، كيف تقولون أن هؤلاء مجرد منقبين عن الذهب وأنتم بعظمة لسانكم وفي بياناتكم الوهمية الكاذبة تقولون بأن هذه المنطقة منطقة حرب وممنوعة للمدنيين والمجموعة من الأكاذيب؟ هذه في الحقيقة محاولة أخرى فاشلة للاقتراب من الجدار الأمني، وكما أخبرتكم أن كل من يقترب من الجدار الأمني، كل من يحاول الاقتراب من الجدار الأمني يتم صده ويتم رصده ويتم يعني تحييد الهدف، إما عن طريق غارة جوية أو عن طريق المدفعية كما شاهدتم في الفيديوهات السابقة. وبالتالي حصيلة هذه الغارة عنصرين مقاتلين من مرتزقة البوليساريو تم قتلهم وجرح 3 آخرين، مصيرهم غير معروف عفوا. وبالتالي ها هي الصفعة أخرى توجه لهؤلاء المرتزقة، أكثر من 3 أشهر من البيانات بشكل يومي لم يحققوا فيها أي شيء، لا إنجازات عسكرية ولا إنجازات دبلوماسية، ولا هم يحزنون، مجرد محاولات عبثية يتم إخمادها بشكل فوري عن طريق أسود قواتنا المسلحة الملكية. وكل الثقة وكل الدعم وكل التحية للقوات المسلحة الملكية التي تسهر على حماية أقاليمنا الجنوبية وحماية استقرارنا وأمننا. إذا كان هذا مفاد هذا الخبر العاجل، وسوف أراكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.